فينا ما تبانش الايجابي، خاصينا تبان سلبيه سلبيه باش يديروها تحت الصباط ويقتلوها واديوها. هما هادشي يديروه من كنت طفله، من كنت طفله. يعني علاش نجبدوا غير الفن ولا حتى غنيت؟ لا تيحاربوني. يعني من الصغر؟ من الصغر. اذا مشكله هادي عندك؟ انا عندي مشكل. واش هما نفس الاشخاص كيتكرروا ولا كل نوبه؟ لا 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 لا، انواع. جوج هما جوج. في الداخليه انا قريت كان السي عبد الواحد الطالبي هو اللي تيعاوني وتيجي عليا، والسي الاستاذ الغلابي استاذ الاجتماعيات سني وطيب طيوب، والمدير شكون ثاني كان معايا؟ كانوا معاك؟ كانوا معايا. باقي ويلي 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 ويلي، استاذ الفلسفه يكرهني، تنجيب لي فلسفه من ضفاتي الاخرى تيكرهني، تيحطني تحت الصباط. كيف كنتي في القرايه انت؟ كنت انا النشيطه، انا المشجعه، انا المشاركه. اساسي ديال لي يومنا هذا عندي شواهد نشيطه وشواهد تقديريه عندي، تنجيبهم لي كتسن مغاربه ولا نصيفطهم لي كيف بغيت. اي مؤسسه عندي شواهد تقديريه وجمعويه، تنجي لهم انشطه حفله كبيره وفي نفس الوقت راه تقرايه وتيبغيو يقرب تيقلبوها تيقول لك بزاف هاد القرايه ديالها بزاف. نعرفوا القرايه فين وصلتي فيها؟ يعني خديتي الباك ديالك؟ بكالوريا مقبول وما راضياش به، كذبش عليك. وراجل الناس كياخذوا مقبول. عطاوني مقبول، انا نكرت قلت لهم لا ما شديتو كاع، مشيت للسي اف اوتيس دولار. يلا بديت نقرا. شحال عندي الاساتذه تيبغيوني؟ ثلاثه. التلاميذ ربعه، كلشي ضدي وتيستفزو تيستفزو. طيب اسمحي لي نقاطعك. او ماي جاد. واش ما عمرك طرحتي السؤال علاش هاد الناس كلهم ضدك؟ يقدر يكون العيب فيك انت. عندي العيب فيا، العيب فيا انا، فيا الشك.